ولم يستحي. أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل فيما لا يدري أن يقولها، فقد سئل عن تفسير آية لم يكن قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. رواه العسقلاني وروى الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. لذا ينبغي على الواحد منا أن لا يغفل كلمة لا أدري